السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم المرة اللي فاتت هنبدأ نستعرض مع بعض شكل الشاشات اللي احنا هنستعملها في البرنامج. زي ما قلت لكم ان احنا مكنة الانتاج اللي احنا بنعملها فيها اربع خطوط انتاج، في عندنا لاين 1 ولاين 2 ولاين 3 ولاين 4. الشاشة اللي قدامنا دي هي المين سكرين او الشاشة الافتتاحية اللي احنا بنقدر نراقب بيها نسبيا اللي بيحصل في خطوط الانتاج. يعني احنا عندنا زي ما احنا شايفين كده ده السليكشن الخاص بالخط. هنا لو انا هختار الجزء الكومن على اساس ان انا لو ضغطت على الايقونه دي هتفتح لي شاشه الاجزاء الكومن اللي بتشتغل مع الاربع خطوط زي البامبز وزي الاير كومبريسر زي الستيم جنريتور الغلايه او الكلام ده، الحاجات اللي بتشتغل بشكل كومن مع الاربع خطوط. لما بختار لاين 1 بقدر بعد كده اتفرع الى الخط السليكشن الخاص بيه، لاين 2 لاين 3 لاين 4 وهكذا. السيستم هنا اللي هي البيانات العامه اللي احنا بتبقى خاصه بالادمنستريتور او منظم الخط، سواء عمليه الرامبنج او البي اي دي او الامور العامه الخاصه بالخط اللي هي بتبقى خاصه بالادمنستريتور او مبرمج الماكينه. في عندي هنا دون الالارمات، لو انا في الشاشه الرئيسيه على اساس ان انا لو في الارم جنرال عندي ببقى معارف ان هو موجود في ايه، انهي خط اللي عليه الارمات بالظبط. فاحنا عملنا التقسيم دون على اساس لو خط واحد هتلاقي الجزء ده بيدي انديكيشن اللي فيه الارم، التاني بالنسبه لخط اتنين، خط تلاته، خط اربعه. هنا طالما ان انا في الجزء العام انا كده مش سيليكشن لاي خط، لما ابدا اختار خط من الخطوط هيبدا هنا على طول يديني يا اما اوفن يا اما تيك اب ان انا انتقل اليه. هنا اكزيت بيخرجني الى السكينين الرئيسيه او بيوديني للتاسك مانجر بحيث ان انا الغي البرنامج. دي مجرد ان هي زي انديكيشن بس ان الاجزاء دي شغاله، سواء كانت واير كولينج بامب او واير كليننج بامب او اير كومبريسور او انامل تانك 1 2 والكولينج سوليوشن الخاص بماكينه السحب. كل خط من الخطوط احنا بناخد بيان لحاجات هنستعملها بشكل عام على اساس ان هي بتدي لي انديكيشن. اول حاجه هنشوف المود اب، المود بتاع التشغيل. فعندي هنا لو اللاين في لاين ستوب مود او ان هو في الهيتنج اون او ان انا بعمل انشنج او سترينج ان او ان انا في حاله البرودكشن، ودول الاربعه مود اللي هم الرئيسيين اللي احنا بنتعامل بيهم. هنلاقي الكلام ده متكرر لكل خط قدام مننا. عندي برضو موجود السيت سبيد اللي هي الرئيسيه للماستر سبيد بالنسبه للخط متر بير مينت، والاكشوال سبيد قد ايه بالظبط. وعندي بعد كده الفي دي الرئيسيه للخط اللي هو البارامتر اللي احنا بنقيس بيه انتاجيه الخط الانتاج، الماكسيمم في دي المسموح بيها عندنا مثلا فور اكزامبل 108، وهنا الاكشوال في دي، وهنا الريل ويت وزن البكره العامله سواء كانت اليمين او الشمال بالكيلوجرام. الكلام ده متكرر في الاربع خطوط زي ما احنا شايفين. جاست ان انا هبدا اختار خط من الخطوط هيظهر لي هنا اوفن وتيك اب على اساس ان انا بتنقل ليهم. زي ما احنا شايفين قدام مننا كده احنا اول ما ضغطنا لاين 1 خلاص بقى ظاهر عندنا اوفن وتيك اب على اساس ان انا لو ضغطت على اي واحده من الاثنين دول هنتقل فورا الى اللاين. هنبدا نستعرض الشاشات الثانيه، فور اكزامبل هبدا ادوس على كومن ونشوف الحاجات الكومن اللي بتشتغل ايه مع الخط بالظبط. زي ما احنا شايفين بالنسبه للكومن سكرين احنا في عندنا تانك 1 وتانك 2 وتانك 3، دول خزانات الورنيش اللي احنا ممكن نشتغل بيهم مع الماكينه. وفي عندنا البير واير كليننج بامب اللي هي غسيل السلك بعد مكنه السحب، وفي هنا غسيل او ترومبه التبريد بعد الانيلنج، وفي هنا هاي كومبريشن بلاور ده عشان يعمل عمليه تجفيف للسلك بعد الغسيل. الحاجات دي كلها احنا دايما عندنا في هنلاقي في كل الحاجات اللي احنا هنستعملها الكابل اوف باتونز اللي هو الاون اوف دول عشان التيست بتاع الموتور دون في حاله السيرفيس مود. لكن لما هيبقى فيه تشغيل هيبقى الثلاثه التحتانيين فقط هم التنكات المتاحه للتشغيل، لان باي ديفولت جاست ان احنا بنعمل هيتنج اب لاي واحد من الخطوط الثلاث مواتير الفوقانيين دول بيشتغلوا على طول اوتوماتيكالي مع الهيتنج اب لاي خط. بدا يظهر عندنا هنا لما فتحنا الحاجه المين بدا يظهر هنا مجموعه من المفاتيح، هي زي ما احنا شايفين كلها بتعتبر معطلة وليست اكتف ما عدا الاب والداون، وان كان برضو في الشاشة اللي قدام مننا دي بتعتبر ان اكتف، لكن هنا هقدر انتقل الى الهوم او الشاشة الرئيسية مرة تانية. هنستعرض للمفاتيح دي ان شاء الله لما هنيجي في المكان اللي هتبقى اكتف فيه.
فانا عندي هنا برضو ده اسم الشركه، وهنا اللي احنا بنشتغل بنعمل لها البروجكت، وده اللوجو الخاص بيها، وهنا ده رقم السيريال نمبر الخاص بالماكينه، وده التاريخ والتايم اللي اتعمل فيه الشغل. هنبدأ نتنقل الى شاشه تانية. الشاشه اللي قدامنا دي اللي هي بنسميها شاشه السيستم او السيستم داتا. السيستم ده زي ما قلنا اللي هي الداتا اللي احنا بنتحكم فيها في بارامتر عامه للخط، لكل خط على حده. زي ما احنا شايفين ده جاست لغايه دلوقتي يعتبر اقتراح للحاجات اللي احنا هنعملها، ما هو الشكل فاينل، لكن قد نحتاج الى كم كبير جدا من البيانات ان احنا نعمله في شكل سيستم داتا، ان احنا بنعمل بيها كنترول على اي حاجه بالنسبه للخط، سواء الماكسيمم او الكالبريشن للسبيد او للطول او للوزن، او بنعمل بيها كالبريشن للبوزيشن بتاع الدانسر. حاجات كتير جدا ممكن نعملها عن طريق السيستم داتا، ودي بيبقى الكنترول بتاعها بروتكتد بي اوثورايزيشن. بننتقل بعد كده الى شاشه تانية اللي هي شاشه الفرن. زي ما استعرضنا في شكل المكنه من الخارج، قلنا ان الفرن عندنا بيتكون من مجموعه من الاجزاء. خلينا نركز الاول على عناصر الشاشه اللي قدام مننا، وبعد كده هنستعرض بالتفاصيل ايه اللي بيتم هنا. البرودكتر ريسيبي او البيانات الانتاج اللي احنا هندخلها هتبقى شامله شويه حاجات، هنشوفها دلوقتي ايه اللي هيبقى موجود فيها بالظبط. طبعا ده انديكيشن فور اكزامبل ان انا شغال على خط واحد، وفي عندي هنا السبول اللي شغال على ناحيه اليمين نوعها ايه او الاسم بتاعها ايه، والسبول اللي شغال على ناحيه الشمال النوع بتاعها ايه. عندي هنا بنتقل الى الهوم او للصفحه الرئيسيه، هنا بنتقل الى الشاشه الخاصه بالريسيبي، هنا بنتقل الشاشه الخاصه بالسبولز او اختيار انواع البكر ومواصفات البكر، هنا الليمتس او حدود التشغيل للحرارات الخاصه في الخط، هنا التيك اب او الاستقبال الشاشه الخاصه بالتيك اب، هنا بنتقل الى صفحه الالارمات، هنا بنتقل الى الكنترول اللي احنا بنعرض فيه تشارت للحراره خلال فتره سابقه بتوصل لحوالي 24 ساعه، وهنا الاناليسيس بنتابع فيها بيانات التشغيل واللي حصل فيها ايه بالظبط، التغيير اللي حصل فيها برضو خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا. هنا شكل الفرن زي ما احنا شايفين، مجموعه من البايبز اللي متوجه فيها الهواء بشكل معين. المنطقه دي اللي بيعدي فيها السلك بشكل رئيسي خلال الفرن. وهنا زي ما احنا شايفين ده سيمبل لمكنه السحب، وده هنا سيمبل للانيلر هيترز، وهنا دي الموتور او الفان الخاصه بالريسيركيليشن، يعني دي بتعمل عمليه تقليب للهواء داخل الفرن بشكل مستدير، وهنا دي مروحه العادم بتاخد جزء من الهواء اللي هو بيبقى مشبع بالعادم وبتطلعه الى الخارج. هنا ده مجموعه او بلوك السخانات اللي موجود داخل الفرن، وفي هنا مجموعه كاتاليست بتعمل عمليه معالجه للهواء قبل ما يمر الى داخل الفرن. زي ما احنا شايفين كل موتور من الموتورز بيبقى عندي ليه بلوك تيست ليه اون اوف عشان ساعه السيرفيس، وهنا عندي موجود بالنسبه للبرودكشن سبيد بتظهر عندي هنا، والسترنج ان سبيد اللي هي بتتظبط عشان الاوبريتور يجهز بيها المكنه، وهنا الاكشوال سبيد اللي الخط شغال بيه. لو نزلنا على الجزء الاسفل هنلاقي هنا ده الجزء الخاص بتبريد وتجفيف السلك اللي احنا قلنا فيه اتنين فان شغالين بكونتاكتور، وهنا ده الكابستان بالكلاتش اللي موجود عندي، وده برضو اللي هو بيحدد الماستر سبيد اللي ماشيه في الخط. هنلاقي هنا عندنا مناطق الحراره اللي موجوده عندنا زي ما قلنا، في منطقه الانيلنج، وفي منطقه الريسيركيليشن، مروحه الريسيركيليشن الحراره عندها قد ايه، ومروحه العادم قد ايه، وهنا عندي قبل الكاتاليست قد ايه، وبعد الكاتاليست درجه الحراره قد ايه، وهنا دي منطقه الحراره الرئيسيه اللي احنا بنعمل كنترول عليها، هنا السيت فاليو وهنا الاكشوال فاليو، وفي عندي هنا زي ما قلنا اللي هي منطقة الزون 4 أو بنشوف امتداد الحرارة داخل الفرن من أول الفرن لغاية آخر الفرن مستقرة ولا لأ، وفي هنا عملية الإنلت درجة الحرارة اللي بتستقبل السلك في دخول الفرن، لأن هي دي المنطقة اللي بيحصل فيها خلط الهواء السخن بالهواء البارد. المنطقة اللي على اليمين هنا زي ما احنا شايفين دي المودز بتاعة التشغيل اللي احنا اتكلمنا عنها. احنا اتكلمنا على الهيتنج أب والسترنج إن والديسيلريشن والاكسلريشن والبرودكشن مود، وقلنا عندنا ان احنا هنعمل سيرفيس مود، ده ممكن ننتقل له ان احنا نعمل تيست لكل حاجه في المكنه بشكل منفصل. وفي عندي هنا الباتون الخاص بالاب والباتون الخاص بالداون والباتون الخاص بالسيرفيس. دي شكل شاشه الفرن، وهنشوف مع بعض ان شاء الله تفصيليا هنعمل شاشه زي كده ازاي او مكوناتها ايه ان شاء الله.
هنا التيك اب سكرين او الاستقبال زي ما احنا شايفين قدامنا كده. التيك اب بيتكون من او بشكل مين اللي في عندنا اربعه موتورز اللي احنا بنشغلهم على انفرتر. في عندي موتور اليمين وفي موتور الشمال وفي عندي الحركه الراسيه اللي بتعمل عمليه الرأس وفي عندي الحركه الافقيه اللي بتعمل ترانسفير من اليمين الى الشمال او العكس. في مجموعه من السنسورز موجوده على الرصاص بنديها الانديكيشن اللي احنا شايفينه دوت. في مجموعه من البيانات اللي موجوده على الخط. مجموعه الباتونز كلها تيبيكالي زي اللي كانت موجوده على الفرن ما عدا ان احنا هنا بنلاقي الاوفن باتون بدل ما كانت التيك اب. هنا مجموعه المودز بتاع التشغيل زي ما هي تيبيكالي. كل موتور من الموتورز بنلاقي ليه مجموعه من الباتونز الخاصه بالسيرفيس. كل الباتونز دي بتختفي ساعه التشغيل والكونكشن مع البي ال سي. يعني انا عندي هنا دي الموتور الشمال اون اوف، الموتور اليمين اون اوف، الترافرس رايت ليفت والترافرس اب داون، وهنا بيعمل عمليه اوف للبروسيس اللي عندنا. هنا ده البوزيشن الخاص بالترافرسنج على اساس ان احنا بنعمل له بوزيشننج بالمليمتر. هنا دي خطوه الترافرسنج او خطوه الرص. هنا الوزن السيت فاليو والاكشوال فاليو بالنسبه للويت. دي قيمه على اساس ان احنا لو حصل اي ديفيجن عن حدود الرص بالنسبه للبكره بنبدا نظبط الديفيجن دون سواء يمين او شمال. دايما البكره اللي هي سيلكتد هتلاقي لونها واخد اللون البني، البكره الستاند باي هتلاقيها واخده اللون الفضي. ده شرح عام. هنا بنلاقي بيانات البكره اللي شغاله شمال وبيانات البكره اللي شغاله يمين. مجموعه البيانات دي المفروض ان احنا عملناها استرشاديا بالديزاين الاصلي لخط الانتاج. هنا الشاشه الخاصه بالريسيبي او بيانات المنتج اللي الاوبريتور بيدخلها، ودي عملناها في شكل ريسيبي ودخلنا فيها بعض البيانات زي ما انتم شايفين كده كتكست فقط باللغه العربيه كارشاد للاوبريتور. فور اكزامبل اسم المنتج وقطر الموصل وكثافه الموصل والقطر بعد العزل وكثافه العزل نفسه وسرعه التجهيز وسرعه الانتاج وحراره هكذا. البيانات دي الاوبريتور بيدخلها على اساس ان احنا دي بتختلف من منتج الى اخر. بدل ما الاوبريتور يقعد يدخلها كل منتج ممكن بيبقى عنده قائمه لمواصفات الانتاج وبيختار القائمه بتبقى متخزنه عنده على البي سي. ودي مفاتيح التعامل مع الريسيبي اللي عنده سواء سيف او سيف از او يحذف او ان هو يحمل اللي موجود على البي ال سي او يعمل داونلود للداتا اللي موجوده عنده او يطلب المساعده وهكذا. كل الكلام ده برضو ان شاء الله هنشوفه ازاي هنعمله مع بعض ان شاء الله تفصيليا. هنا الشاشه اللي قدامنا دي بنسميها السبولز. السبولز هنا اللي احنا بنختار فيها نوع البكره اليمين او الشمال وبندخل فيها المواصفات بتاعتها بنوع من انواع الريسيبي. ايضا بنقدر نعمل بقى ايديتنج لبيانات البكر اللي عندنا مع الاحتفاظ لكل المودز بتاعه الخط والانتقال. الكلام ده طبعا ما زلنا بنتكلم على نفس الخط لان كل خط هتلاقي ليه الشاشات الخاصه بيه. من الاشياء المهمه ايضا ان احنا بنحط ليميتس للحرارات اللي موجوده في مناطق التسخين في الفرن على اساس انه لو درجه الحراره تجاوزت الحد اللي احنا هنحطه بيديني الارم او مسج على ان حصل فيه تغيير في درجه الحراره بشكل يجب التصرف معاه فورا. كمان عندنا بنعمل تو تشارتس لمراقبه عمليات التسخين والبيهيفير الخاص ب البي اي دي مع الوقت. وده الكلام ده زي ما احنا شايفين عندنا كده بيوصل الى 12 ساعة بيوصل الى حوالي 18 ساعة بنراقب فيهم بيرسم كيرف بالنسبة للحرارات سواء السيت فاليو او الاكشوال فاليو او درجة او الرياكشن بتاع البي اي دي كشغل معايا. ده بالنسبة للباكنج زون وبالنسبة للنيلر. هذا الكلام برضو بنعمله كنوع من انواع التشارتس او الجراف اللي احنا بنستعمله داخل البرنامج على اساس بنعمل مونيتورنج بيه للتغيرات في درجه الحراره والريسبونس مع الوقت شكله ايه. بنعمل شاشه اللي هي اسمها الاناليسز. الاناليسز بنعمل فيها مونيتورنج على تصرفات الاوبريتور بتاع الماكينه هو بيعمل ايه مع الوقت سواء كانت حاله التشغيل الخاصه بالماكينه او الانيلنج او الباكنج. على اساس الحاجه دي هي اللي بتساعدنا نقدر نعرف ايه التغيرات اللي حصلت في المنتج. لان اي تغيير في في درجات الحراره او في سرعه الخط او في حاله الخط بتاثر بالتاكيد على المنتج. فبنقدر نعمل مونيتورنج للتغيرات اللي حصلت في
الماكينة عن طريق المشغل خلال الفترة اللي فاتت، على أساس لو